السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، نحييكم في كل مكان من قناة الظفرة وعبر مسا الإمارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله مساكم بالنور والسرور، معكم حلقة جديدة من قناة الظفرة من مساء الإمارات. خلينا نشوف أهم العناوين ورد لكم مرة ثانية. متداولون يخسرون قروضا عقارية في فخم ضربات البورصة، فمن يحميهم من النصائح المسمومة؟ تحت شعار نور يضيء المستقبل، معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2015 يحتفي بالمؤسس الشيخ زايد. والدكتورة صفاء النقبي طبيبة أسنان ومدربة تنمية أسرية، نموذج لابنة الإمارات. مشاهدينا كانت هذه أهم العناوين لليوم، أمل أن أخذكم إلى موجز الأخبار والزميل أيمن مصبح. نشرة الأخبار نقدمها لكم عبر شاشة قناة الظفرة، حياكم الله. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة دبي. وعرف القانون في مادته الثانية اللقطة بأنها الأموال والأشياء المنقولة التي يجوز حيازتها قانونا وتكون لها قيمة في ذاتها أو عند مالكها، والتي يفقدها مالكها دون أن ينصرف قصده إلى التخلي عنها ويتم العثور عليها في الإمارة. أما الأموال المتروكة فهي الأموال والأشياء المنقولة مما يجوز حيازتها قانونا والتي انصرف قصد مالكها أو من له حق حيازتها قانونا إلى التخلي عنها. هذا ويسهم القانون الجديد في وضع إطار قانوني لتنظيم إجراءات التعامل مع الأموال والأشياء المفقودة أو المعثور عليها وإيجاد جهة مركزية على مستوى إمارة دبي للرجوع إليها. كما سيشجع الأفراد على تسليم الأشياء والأموال التي يعثرون عليها ومن ثم الإسهام في إعادتها لأصحابها. كما يلزم جميع الجهات الحكومية في دبي تقديم كافة أوجه التعاون والتنسيق مع الشرطة لتمكينها من تطبيق أحكامه والقرارات التي صدرها القائد العام لتنفيذه، بما في ذلك تسليمها ما قد يقع تحت يدها من لقط أو أموال متروكة، ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة معالي لوران فابيوس وزير خارجية فرنسا. جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة. كما جرى استعراض أوجه التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات وفرنسا وحرص البلدين الصديقين على تمتين جوانب التنسيق والتعاون الثنائي بما يحقق مصالح البلدين في ظل ما يجمعهما من حرص مشترك لتنمية العلاقات وتطويرها والدفع بها إلى آفاق جديدة من التعاون والعمل المشترك. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر البحر معالي إيدي راما ورئيس وزراء جمهورية ألبانيا الصديق الذي يقوم بزيارة للدولة حاليا. ورحب صاحب السمو ولي عهد أبو ظبي برئيس وزراء جمهورية ألبانيا والوفد المرافق له، متمنيا سموه أن تعزز هذه الزيارة مسيرة التعاون القائم بين البلدين والتي تشهد نموا وتطورا في كافة المجالات. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الرياض مساء أمس في زيارة قصيرة إلى المملكة العربية السعودية. وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار قاعدة الرياض الجوية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، رئيس الديوان الملكي، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين وعدد من الوزراء والمسؤولين. كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الرياض مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي العلاقات الأخوية المتينة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وسبل دعمها في شتى المجالات. كما جرى خلال اللقاء وفي إطار الحرص المشترك على التشاور والتنسيق على كافة الصعد بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والدولية لا سيما تطورات الوضع في اليمن وسير عمليات عاصفة الحزم.
استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مكتبه في الديوان الأميري اليوم سعادة محمد بن سليم رئيس اتحاد الإمارات لرياضة السيارات والدراجات النارية نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات. حضر اللقاء الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان وسعادة سالم عبد الله الشامسي أمين السر العام لاتحاد الإمارات لرياضة السيارات والدراجات النارية وعدد من كبار المسؤولين. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه اليوم سعادة داركو إسكو كوفيس سفير جمهورية مونتينيغرو الجبل الأسود الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله سفيرا لبلاده لدى الدولة. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير متمنيا له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين. كما قدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة اليوم واجب العزاء لأسرتي ابن سيفان وابن درويش في وفاة المغفور له علي سيف بن سيفان الشامسي وذلك في مجلس سعادة جاسم محمد بن درويش بمنطقة دهان برأس الخيمة. وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى سعادة جاسم محمد بن درويش وسعادة سالم إبراهيم محمد بن درويش وسعادة سعيد إبراهيم محمد بن درويش في وفاة خالهم وإلى السيد يوسف سلطان بن سيفان والسيد سيف سلطان بن سيفان والسيد إبراهيم عيسى بن سيفان والسيد عبد الله علي عبد الله بن سيفان في وفاة عمهم وإلى عموم أسرتي ابن سيفان وابن درويش وذوي الفقيد سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. تفقد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات المتحف الإسلامي لمقتنيات سعادة سالم السامان وذلك ضمن فعاليات مهرجان سلطان بن زايد التراثي البحري الأول الذي ينظمه نادي تراث الإمارات بمناسبة يوم التراث العالمي تحت رعاية سموه بالقرية التراثية على كاسر الأمواج وذلك حتى 18 من الشهر الجاري. هذا واطلع سموه على المتحف الذي ضم مجموعة متنوعة من الخناجر وأهمها الخناجر العمانية ذات الزخارف البديعة. زار سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي مرضى دولة الإمارات الذين يتلقون العلاج في أحد مستشفيات سيئول وذلك خلال زيارة سموه لكوريا الجنوبية لحضور فعاليات المنتدى العالمي السابع للمياه. والتقى سموه خلال زيارة عددا من المرضى المواطنين الذين يتلقون العلاج في مستشفى سفرانس في العاصمة الكورية سيئول واطمأن على حالتهم وأوضاعهم الصحية. كما واطلع سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان من المرضى وذويهم على أحوالهم الصحية ومراحل ونوعية العلاج الذي يتلقونه وتبادل معهم الأحاديث الودية. توقع رئيس اللجنة البرلمانية المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أحمد عبيد المنصوري أن تشهد الانتخابات المقبلة مشاركة من قبل المواطنين تصل إلى 60% من إجمالي الذين يحق لهم الانتخاب. وقال المنصوري إن نسبة التصويت في الانتخابات الماضية لم تتجاوز 28% من إجمالي الكتلة التصويتية. كما وأضاف أنه من المتوقع وصول عدد المشاركين الفعليين في التصويت من أعضاء قوائم الهيئات الانتخابية إلى 87,000 مواطن خلال الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري بعدما اكتسب المواطنون درجة أكبر من الوعي بأهمية المجلس الوطني ودوره. وزعت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية مساعداتها الإغاثية على 2000 أسرة فقيرة في ولاية نيمروز جنوب غرب أفغانستان التي تعتبر ولاية صحراوية تندر فيها مياه الشرب ومعظم سكانها يعيشون تحت خط الفقر وذلك بالتنسيق مع ملحقية المساعدات الإنسانية والإلمائية التابعة لسفارة الدولة في كابول. واستمر توزيع المساعدات على مدى 3 أيام فيما تضمنت المواد الغذائية الرئيسة والأغطية والمستلزمات المنزلية التي شملت 850 أسرة في منطقة إدارة الزراعة و650 أسرة في منطقة المطار و500 أسرة في زنجير. ترعى وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معرض الخليج للتعليم والتدريب جيتكس 2015
الذي يقام خلال الفترة من 15 إلى 17 من شهر إبريل الجاري في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. وتشارك الوزارة سنويا بجناح في المعرض بهدف استدامة إيصال المعلومات الخاصة بالتعليم العالي والمؤسسات الأكاديمية المعتمدة لديها إلى كافة المعنيين. في الشأن الاقتصادي، أطلقت وزارة الاقتصاد تطبيقا إلكترونيا للهواتف الذكية لكشف أسعار السلع الرئيسة بمنافذ البيع في الدولة ضمن عملية تطوير نظام مراقبة السلع إلكترونيا، وذلك لمواجهة التلاعب بالأسعار في المواسم والأعياد وكذلك الحفاظ على استقرار الأسواق. وتضم المرحلة الأولى التي تم تنفيذها مراقبة 170 سلعة رئيسية عبر إدخال باركود السلعة التي يرغب المستهلك في التعرف على قائمة أسعارها. وفي إطار استراتيجيتها لتحويل جميع خدماتها إلى خدمات ذكية توفر وقت وجهد المتعاملين، بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي مطلع الشهر الجاري تقديم خدماتها لمتعامليها من القطاع التجاري عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي فقط، وذلك لإنجاز عدد من الإجراءات والمعاملات الرئيسة. ولن يتمكن متعاملو القطاع التجاري من إجراء معاملاتهم في مكاتب الهيئة، حيث يتم توجيههم لإتمام المعاملات عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي فقط. تستأنف طائرة سولار إم بلس 2 الشمسية المشروع التقني والبحثي المدعوم من شركة مصدر يوم غد الثلاثاء رحلتها التاريخية حول العالم. التفاصيل في التقرير التالي مع الزميلة شيمة الشمري. تطير الطائرة سولار إم بلس 2 رحلتها السادسة من مدينة تشونغ تشينغ في جنوب الصين إلى مدينة نانجينغ الواقعة في مقاطعة جيانغسو جنوب شرق الصين، حيث من المتوقع أن تقطع مسافة 1190 كيلومتراً في نحو 20 ساعة بسرعة تتراوح بين 70 كيلومتراً إلى 120 كيلومتراً في الساعة. وترفع الرحلة السادسة للطائرة المسافة التي قطعتها الطائرة منذ انطلاقها في أولى رحلاتها من العاصمة أبوظبي يوم 9 مارس الماضي إلى نحو 7018 كيلومتراً في نحو 98 ساعة، حيث أدى سوء الأحوال الجوية وتحول سحب كثيفة وسماء ملبدة بالغيوم في أجواء الصين دون اكتمال شحن بطاريات الطائرة. كما أجل مركز التحكم الرئيس في الطائرة الذي يقع في موناكو طيران الطائرة مرات عدة بسبب اضطراب الأحوال الجوية في الصين. ووصلت طائرة سولار إم بلس 2 إلى مطار مدينة تشونغ تشينغ في جنوب الصين يوم 31 مارس الماضي، حيث كان من المقرر بقاؤها في المطار لمدة يوم واحد أو أقل من يوم، تمهيدا للانطلاق إلى مطار مدينة نانجينغ الواقعة في مقاطعة جيانغسو جنوب شرق الصين، إلا أن سوء الأحوال الجوية اضطرها للبقاء في المطار لمدة 13 يوما. شيمة الشمري، قناة الظفرة. وهذه نظرة سريعة إلى إغلاقات الأسواق المالية في نهاية تعاملاتها لهذا اليوم. ومن حالة الأسواق المالية إلى حالة الطقس، وهذه نظرة سريعة لآخر درجات العظمى والصغرى في مدن دولة الإمارات لنتابع. وإلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وفي حوار المساء نتابع وبعنوان متداولون يخسرون قروضا عقارية في فخ مضاربات البورصة،
ولكن بعد فاصل قصير. إلى ذلك الحين لكم منا أجمل التحيات، في أمان الله. حياكم الله مشاهدينا في حوار مسائي جديد. أثار الزميل الإعلامي ميشيل قاوي في صحيفة الرؤية قضية اقتصادية تتمثل في نصائح أدعياء يهمون متداولين لقروض عقارية بإمكانية الثراء السريع وانعدام المخاطرة وإيقاعهم أيضا فريسة في فخ مضاربات البورصة، وتكون النتيجة الخسران على الجانبين. لمناقشة هذه القضية وما تفرزه من انعكاسات سلبية على سوق العقار والاقتصاد إضافة للمتداولين أنفسهم، يسعدنا يكون معنا اليوم في الاستوديو الدكتور شهاب العزعزي، مستشار مالي وخبير اقتصادي ورئيس منتدى الأعمال الخليجي. حياك الله أستاذ الكريم. دكتور، عندنا تقرير عن هذا الموضوع إن شاء الله ونعود للحوار. إذا مشاهدينا، إلى التقرير من إعداد الزميل علاء للو. تنقل صحف مالية ومنتديات التوصيات التي تثير اهتمام المستثمرين وتسلط الأضواء على أصول معينة، ما يرفع قيمة أسهم بعينها بشكل سريع لتصبح أسهم مضاربة. محللون ماليون أشاروا إلى أن بعض المتداولين تخلوا عن خططهم المستقبلية في تأسيس بيوت وعقارات في بلدانهم، واتجهوا للمضاربة في البورصة معتمدين على قروض يحصلون عليها من بنوك محلية تحت إغراء وإلحاح النصائح التي تبشرهم بربح سريع وثراء سهل، وتوهمهم بأن توقعات مسارات الأسهم لا يمكن أن تخطئ، وما لبست أن وقعت الفأس بالرأس ملتهمة مدخراتهم وواضعة إياهم تحت ضغط مطالبات البنوك الدائنة في واقع الخسارة التي تكبدوها في سوق المضاربات المالية. إذن هو فخ المضاربة الذي يسقط فيه كثير من المستثمرين الذين يحالفهم النجاح في عمليات مضاربة بمبالغ صغيرة، ويغريهم تكرار النجاح فيبدأون بالمضاربة بمبالغ كبيرة تكون كل ما يملكونه، وفي وقت وساعة لا يعلمونها تنقض الخسارة عليهم وتجردهم من كل شيء. ولابد من أن يصل المضاربون إلى قناعة هي أنهم لن يحققوا أهدافهم بنسبة 100%، ومن المهم أن يتوقفوا عن المضاربة عندما يدركون أنهم على خطأ، والتصرف بحكمة وعدم الانصياع للأقاويل والشائعات التي تروج للربح السريع والثراء السهل، وأن لا يلقوا بتحويشة العمر في فخ الأحلام المالية. دكتور شهاب، مثل ما شفت طبعا في التقرير، يعني الحديث عن حالات وليست حالات بسيطة، وإنما هي تعكس شيء سلبي ومؤدي طبعا إلى اقتصاد متراكم في يمكن في حالة من الأحوال. لذلك نحن نبغي تقييمك لهالموضوع، هل هو ظاهرة أو ليس ظاهرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية هذا الموضوع يعني مهم جدا بالنسبة للاهتمام فيه، سواء تأثيره على مستوى الاقتصادي في البلد أو على مستوى التنمية. بداية هو تبدأ الأمور كتشخيص واقع موجود، المشكلة موجودة وبحاجة إلى نوع من الدراسة، بحاجة إلى أبحاث، بحاجة إلى اهتمامات، إحصائيات. عدم تدارك الموضوع في هذه المرحلة ممكن تتحول إلى ظاهرة. بسبب أن تناقل السوشيال ميديا، التواصل الاجتماعي ونقل المعلومات بشكل خاطئ ممكن فعلا يجعل كثير من الناس يتخذون قرارات خاطئة ويعتبرون أنهم كانوا في المسار الصح ويحطون مبررات. صحيح. بينما الموضوع في حقيقة الأمر هو ليست مجرد يعني هوايات أو مزاج، هي تنعكس على مستوى المجتمع، لأن لما يتصرف هذه التصرفات أكثر من مستثمر في وقت واحد، التداعيات والآثار السلبية تكون على مستوى أكبر طبعا. هم نحن نتحدث تقريبا حاليا عن أفراد، ولكن كيف يصل أصحاب الأسواق وأصحاب التحايل على هؤلاء الأفراد؟ هنا هي يمكن تكمن المشكلة الرئيسية، وهذه نحن يبغى لها يمكن بحث بشكل أكبر.
صحيح؟ صحيح، هو في حاجة اسمها في السوق المالي والبورصات البروكرز اللي هو الوسطاء. الوسطاء. الوسطاء نعم. طبعاً في الغالب إذا كانوا هم متخصصين، الأصل إنه يحافظون على الكلاينتس تبعهم كزباين متميزين ويحاولون يعطون توجيهات والنصائح. طبعاً. لكن للأسف إن اللي يحصل إن بعض المستثمرين ما يلجؤون لهذا الوسطاء بشكل صحيح، فقط يروح للتنفيذ. يكون اساسا هو متخذ القرار وفقط يعني المعلومات تداولونها في المجالس او في الواتساب او صحيح. بشكل معين. فاللي ارى ان اولا يحتاج توعيه على مجتمعيه، ثم يكون في تشارك في تحمل المسؤوليه على مستوى السوق المالي، على مستوى الجهات الرسميه، وعلى مستوى المجتمع من ناحيه النشرات دوريه توعويه، ربما ايضا يكون في برامج متخصصه اضافه الى تدريب طبعاً. يعني دورات تدريبيه مثلا صحيح. وايضا اختيار الشركه المؤهله والمعترف بها في الدوله. لكن الان احنا امام نقطه جديده، يمكن هذا ما ادى الى تداولها خلال الصحف، وهي ان هناك متداولون عقاريون، يعني اشخاص ياخذون قروض بنكيه للتداول العقاري وليس يعني للشراء والبيع والاستفاده من ذلك، ثم تحولوا لسوق المضاربات حتى لا يبقون هذا المبلغ داخل البنك واقف. فهذه مشكلة. إذا أنت مضارب عقاري، لماذا ذهبت إلى سوق الأسهم والمضاربات بالأسهم؟ طيب، دعنا في البداية نفرق بين المستثمر الحقيقي. هو الأصل أن يكون السوق البورصة الأموال تكون أموال ذاتية، من فائض الأموال التي تمتلكها، وما تكون عبارة عن قروض. هذه بداية. طبعا كون أن المستثمر يروح يأخذ قرض من جهة معينة أو من بنك بحد ذاته حتى يروح يستثمر فيها بالفرصة، هذا أول شيء يعتبر قرار خاطئ. بداية السلم خاطئ لأن الريسك هاي يعني ممكن في أي لحظة تروح هذه الأموال مدى المخاطرة يتحول إلى أزمة ويصير أن عليه التزامات والبنك يعطي مديونيات والكل دائرة صحيح. كاملة نعم. فالخطأ الثاني يعني خطأ دبل، نقول الخطأ الثاني أنه راح يستخدم هذا أيضا المبلغ في راح بدل ما يكون في مجال العقاري اللي اساسا تم منح القرض من اجله بحيث انه يكون دوران تنموي، لانه مسجل عند البنك هذا مقترض صحيح لغرض قطاع عقاري. القطاع العقاري حتى لو صار في ازمات ارتفاع اسعار او تغير، بس هنا في الحاله هذه يحصل عمليه تغيير المسار. مشكلتين، المشكله الاولى في سوق العقار بتصير مشكله، والسوق المالي ايضا بيحدث فيه مشكله نعم. وبالتالي انا اللي ارى انه الخسائر اللي ترتبت نتيجه هذا التصرف طبيعيه جدا، لان اساسا كان التصرف غير مدروس، واضافه الى انه يعتبروها نوع من الشطاره نعم. كافراد يعني زياده للماده، يقول لك والله خلى العقار موجود وما في شيء الحين جديد فرصه، خلنا اشغلها بسرعه وردها، يعني اسلوب عاطفي، وهذا ما ينفع في الاستثمار الاسهم او بشكل عام سوق الاوراق الماليه. طبعا الان هذا المستثمر اللي هو عقاري وتحول الى مستثمر الى في الاسهم صحيح؟ صحيح. هذه مشكله اقتصاديه او لا؟ مشكله اقتصاديه، لان جزء من جانب الاقتصادي دوران الأموال وطريقة استخدامها، القطاعات المختلفة بشكل تنموي إذا ما كانت هادفة تخدم المجتمع وتخدم التنمية تأثر على اقتصاد البلد. طبعا تخيل أنت الآن لما يكون هؤلاء المستثمرين كانوا في نقول مثلا وضع مادي معين، وفجأة صار عليهم ديون والتزامات، لا السوق استفاد منهم ولا هم استفادوا من السوق صحيح. ولا البنوك اللي منحتهم القروض استطاعت أن ترد الأموال هذه، وصاروا أيضا هم عبء على الجهاز المالي وعلى نعم. الدولة، فهذا أثر على الاقتصاد، بالتالي صار نوع من الركود في القطاع العقاري اللي كان موجه أنه يروح صحيح. وأيضا في القطاع المالي أنه سبب عليهم أيضا إشكالية كبيرة، تداعيات نعم. يعني في كل الجوانب مشكلة. والموضوع هو تصرف فرد، بس لما تعمل كوبي بيست لأكثر من فرد فوقت واحد تتحول الى مجموعه. طبعا المشكله دكتور، هم في الغالب في الوطن العربي طبعا عندنا يكون في حاجه جانب العاطفي، يعني يتكرر فعلا هذا، يشوف هذا يسوي كلها تقليد. هذه العاطفه يعني فعليا انت متداول عقاري، لماذا المغامره؟ العاطفه هي اللي تحكم الامر، معقوله تحكم؟ نعم، لانه في الاخير ها وين بتشتري؟ والله بشتري مكان فلاني. طيب ليش؟ والله كذا، يعني حساس ان الزملاء والربع والمجالس والامور، هي شيء طيب انه يكون في نوع من التداول الفكري والعصف الذهني طبعاً. لكن الاصل انه يحتاج توجيهات، يحتاجون دراسه، ويكون في نوع من المصداقيه حتى في نقل المعلومات. طب الان الى اين يؤدي بنا هذا في السوق العقاري والسوق المالي؟ انا اذا استمر بهذا الوضع سيتحول الى ظاهره، ثم يتحول الى ازمه.
أزمة مالية، ونحن ما نخشاها أن تتكرر مثل ما صار في السنوات الماضية أزمة مفاجئة لنا يسموها فقاعات. طبعاً. المبالغات في الأشياء، المبالغات في الأسعار، المبالغات في المشروعات الوهمية، مش وهمية بمعنى وهمية لكن أحلام طموحة، لا الإنسان يكون واقعي في 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 جدول أرباح في تنفيذ المشروع، أيضاً في تنويع سلة المشاريع. حتى العقاري نفسه لازم يكون في نوع من تخفيف حدة الاستثمار العقاري بما يتناسب مع القطاعات الخدمية الأخرى. طبعاً. أي نوع من المجال العقاري ممكن تدخل وكيف ممكن تشركها في خدمات أخرى تكون هادفة للتنمية والمجتمع. دراسة طبعا، ومثل ما قلت أنت تأهيل وتدريب في نفس الوقت. دراسات جدوى حتى طبعاً. حاليا يمشون بدون دراسات جدوى، ما يعتمدون على مركز استشارات. الدول المتقدمة عندك بورصة نيويورك ولندن والدول هذه مثلا أنا نقدم فيها استشارات لمعظمهم الأجانب، العرب ما يطلبون استشارات، يعتبرون الاستشارات هذا يعني طرف أو شيء. أنا أعرف دكتور شهاب شو الرأي نشتري شو رأيك في الموضوع وكذا وخلاص. إيه. طبعا الآن الموسمية، نحن السوق طبعا يتعرض إلى موسمية خلال السنة يمكن موسمين أو ثلاثة أو أربعة طبعا حسب خبرتك أنت، هل مدى تأثير موسمية السوق عندنا في الدولة على توجه الأشخاص؟ لأن في فترات مثلا هذا المستثمر العقاري يجد نفسه ثلاثة أو أربعة أشهر مدة معينة لا يعمل، ومن ثم يحاول أن يتجه إلى مجال آخر فيجد أمامه البورصة، هل فعلا هل هذا ممكن يكون أحد المؤثرات الرئيسية؟ هو طبعا يعتبر أحد المؤثرات، لكن في حاجة اسمها الجدول وتوزيع المشاريع، يعني ممكن أنه يحط جزء من المبالغ اللي عنده كمحفظة شخصية أو تجارية، جزء منها يكون لغرض استثمار مباشر في مواسم يعرف ان هذه مواسم، وفي غير المواسم يخلي عنده سيوله كاش متوفره في حسابه. ممكن يستخدم هذه الاسهم جزء من هذه الاموال، حتى ان مثلا على سبيل المثال حط مليون درهم في الحساب، هاي المليون درهم مش شرط انه يشتري فيها كامل، ممكن يشتري 50% منها طبعاً. وجزء منها يخليه ايضا كاش ممكن تتحول الى فرص. في الحاله هذه هو ما ضاع عليه الفرص، وبنفس الوقت نوع المحفظة، وبنفس الوقت ما ضاع عليه الموسم. التركيز على شيء واحد فقط في مثل هذه الدولة أكيد في ضرر، لأن البلد تمر بظروف موسمية، فإجازة الصيف تكون مختلفة، في الأعياد تكون مختلفة، وايضا في ظروف ايام الضغط البرامج المهرجانات وكذا مختلفة الى اخره. فالاصل ان المستثمر يكون عنده وعي بمصلحه البلد وتوجهات البلد وسياسه الدوله، والحمد لله البلد امنه مستقره فرصه ومنفتحه يعني. والمعلومات منفتحة متوفره بشكل كبير، يعني انت تتكلم عن قياده حكيمه، بلد منفتح، امكانيات متوفره، يعني الأصل أن تستفاد منها ما تكون سلبية، المفروض تكون إيجابية العكس. يعني في نهاية الأمر إذا حاولنا أن نحن نحمل المسؤولية، إلى أين تذهب المسؤولية؟ على المسوق أو البروكر هو اللي تقول عنه طبعا الوسيط، أو على الشخص نفسه؟ أنا أعتقد المسؤولية مشتركة، لأن حقيقة المسوق في الأخير هو يرى مصلحته ويباع عمولات والكل يركض وراء المستثمر يعتبره فريسة. يعني صحيح. المستثمر أيضا لجزء من المسؤولية، لأن في الأخير هو قاعد يسمع الكلام بدون تأني بدون دراسات، ما يروح لأصحاب الاختصاص أو ما يأخذ الأمور بالجدية بدراسات متأنية، ويعتبر أنه ما يحتاج، أنا أخسر هاي المبالغ مقابل شو يعني، خلنا أنا أفهم، هو يحس أنه أجاد اللعبة أو ربح سبحان الله يمكن في الفترة في السابقة البداية، فشاف أن الأمور يعني ما يحتاج. يصل في مرحلة من المراحل إلى الطمأنينة بأنه فهم اللعبة. فهم اللعبة صحيح، وهذا هذا تصور خاطئ، لأن في الأخير أنت أمور تخصص ودراسة، يعني أنت حتى لو تفرغت للمشروع لازم تعطي تستشير وتستقر وتفكر وتشوف مصلحة السوق مصلحة البلد. يعني أنت مثلا ما تكون أيضا خارج نطاق دائرة التنمية، لابد أن يكون عندك علم كافي. ذكرت أنت في بداية الحديث أمر مهم أنا أريد يمكن أنهي به الحلقة، اللي هو المشاركة في المضاربة يكون من خلال أموال فائضة لست بحاجة إليها، وهذه الأموال إذا ما ذهبت لن تتأثر حياتك اليومية أو حياتك دائما. نوضح المفهوم هذا بشكل مختصر للمشاهدين على أساس أن احنا نقدر أيضا نحط نقطة مهمة للمشاهد أنه يعرف أنه هذه الطريقة الأأمن له في استخدام الأسهم. يعني حتى نقول مثلا حتى ننقذ المستثمرين وننقذ اقتصاد البلد من أي أزمة قادمة، المفروض يصير عملية دراسة تحليلية لوضع المستثمرين في السوق المالي. أي واحد يدخل على السوق يتم استفساراته قبل وتوعية، هل هذا المبلغ اللي عندك فائض ولا واخذ قرض؟ إذا قرض انسى الموضوع، لا تتعامل فيه، لا تدخل، هذا واحد. إذا كان الأموال شخصية وذاتية، هل عندك استثمارات أخرى؟ أو كم نسبة من المبلغ أنت راح تستثمر؟ هذه أمور بحاجة إلى برامج توعوية واستشارات
وتوجيه وممكن حتى سن قوانين فيها. صحيح. وممكن يكون في إرشادات حتى قبل ما يصير عملية الاستثمار. إذا تم بهذه الطريقة راح يكون في وعي لدى المجتمع، وبالتالي نخفف العبء عليهم وننقذ البلد من أي أزمة ممكن حدوثها. طبعا ممكن حدوثها. الشيء الثاني أن ممكن لدى الدولة تكون أيضا إحصائيات دقيقة في متابعة المستثمرين. يعني هالمستثمر لو دخل بخمسين ألف بس مستثمر صح وقاعد يتطور وما يأثر على نفسه وما يأثر على الآخرين، أفضل لي من شخص متهور طبعًا. يأخذ أموال الناس ويدخل مليون يضيع المليون الكامل. صحيح. فيتم دراسة هؤلاء الأشخاص ويدخل محافظهم وتجاربهم ويستفاد منها. هذه ما فيها سرية، هذه طبعًا. فيها شفافية. نعم. والآن صار إفصاح، وصار حتى أنه دراسة عملية أيضا شراء الأسهم، أي الشركات المفروض التوجه فيها، شركات وطنية، شركات هادفة. صحيح. هل أيضا الربحية في الأسهم ولا بفارق السعر؟ هي أيضا كل هذه الامور دراسات، يعني نقدر نقول منها دراسات. عطل خبز لخبازه طبعا. بعد حتى لو تعطيه بعد لازم تكون عارف ان مثل ما ذكرت انت انها شركه وطنيه او شركه لها اصول في الدوله ومعروفه من قبل البنك المركزي ومصرح لها بالعمل طبعا داخل الدوله. دكتور شهاب، هل هناك اي اضافه تحب تضيفها على البرنامج؟ هو حقيقه انا بس انصح جميع المستثمرين ان تنويع المحافظ الاستثماريه والاستفاده من المناخ الاستثماري للبلد الايجابي، والعمل بشكل مشترك بتحمل مسؤولية مشتركة، وجزء منها المسؤولية الاجتماعية، أن لا تحس أن تصرفاتك الفردية هي خاص فيك فقط، وإنما أيضا تأثر على المجتمع وتأثر على البلد. وإحنا حريصين على سمعة البلد طبعا. وسمعة السوق. وهذا الذي يعني شكرا لك دكتور شهاب، إن شاء الله والجماعة يتواصلون معك وأنتم كثفوا من الدورات. إن شاء الله ربي يحفظك يا رب. إن شاء الله. إذن نحن نشكر ضيفنا دكتور شهاب العزعزي، مستشار مالي وخبير اقتصادي ورئيس منتدى الأعمال الخليجي. مشاهدينا كنا معكم في حوار المساء، نترككم الآن مع فاصل ومن ثم عودة إلى ما تبقى من مساء الإمارات. أرحب عليكم ومسي فيكم من جديد، مستمر معكم في مساء الإمارات. وصلنا معكم طبعا للسوشيال ميديا، لكن في أول شيء خلينا نتكلم عن الهاشتاج اللي كنا مطلقين طبعًا. اللي هو مبادرات أندرسكور رئيس أندرسكور الدولة. عبدالله شو عندنا اليوم؟ عندنا طبعا جديد مشاركات الإخوان من 7 دقائق. في عندنا مبادرة أبشر لتشجيع الكوادر الوطنية للعمل في قطاع الخاص لرفع دخل الدولة، وأيضا عندنا المواطنون يشيدون بمبادرة رئيس الدولة في رفع مستوى معيشتهم، ومن المبادرات أيضا تشييد 216 فيلا للمواطنين ضمن مبادرات رئيس الدولة. حفظ الله ورعاه، ربي يحفظك يا رئيس الدولة، وان شاء الله يا رب دائم امن وامان يا بلادي. امين يا رب. الله يحفظك يا رب. انت شو عندك اليوم جديد؟ انا عندي وايد. نفتتح معاكم السوشيال ميديا بالانستغرام ومع الرياضه. حسم فريق النادي الاهلي لكره اليد لقب بطوله الدوري قبل جوله من نهايه المسابقه بعد فوزه على مضيفه فريق الشعب بنتيجه 28-44 بفارق 16 هدفا. ما شاء الله، نتيجه كبيره ترى. وايد. نواصل ايضا مع الانستغرام وصوره شرطه ابو ظبي تحتفل بيوم اليتيم العربي. الله يحفظكم يا رب. امين. ايضا في نفس السياق ومشاركه شرطه دبي في مبادره اليوم العالمي لليتيم، نتابع هذا الفيديو مع بعض. عندنا بعد اليوم الفيديوهات الطريفة لهاليوم، بنعرض طبيب أسنان سعودي اللي انفصل مسكين، الله يحفظه يا رب. نعم يا رب. طبعا بعد نشر مقطع فيديو ساخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما ذكر صحيفة قبس السعودية، أضافت الصحيفة أن رواد مواقع التواصل انقسموا بين مؤيد ومعارض لقرار فصل مشعل العتيبي من جهة عمله. بعد نشره للمقطع اللي يظهر فيه هو يقدم إحدى الشيلات بأسلوب ضاحك داخل مقر عمله، وقد جمع حول عدد من منسوبي المكان. خلينا نتابع هالفيديو. وروحي اللي من المحبوب من شطره وكفي اللي عنا لبيا زمن وسبي اللي من الهجران من فطره وعيني اللي من السلام عليكم دكتور.
دكتور عدنان، اتمنى لك التوفيق، شكرا على الفصل. اذا كنت استحق هذا يعني عادي ما تفرق معي، كنت اتمنى قابلك ما اعطيتني فرصه، بس اللي قهرني انك دخلت الحساب وضحكت وتفرجت واستانست وما سويت لي لايك. صراحه لحق انا معه، يعني كيف يشوفه ما يسوي له لايك؟ هو اهم شيء الحين عندنا اصبح في التواصل الاجتماعي هو اللايكات. دبرك لي كم ما سويت لايك انت يعني هذه كارثه اصبحت. الحين ممكن يتضاربون عادي اثنين ربيعات اثنين رجال يتضاربون، كيف دخلت على الانستغرام وسويت لي لايك؟ والله زين انا ما ادخل انستغرام كل شهر مره. انت ما عندك انستغرام اصلا عبد الله. مشاهدين شو بعد عندنا فيديوهات اخرى؟ انا طبعا فيديو طريف لقطه تفوقت على حارس مرمى كره قدم مع قطاع وها شيء جديد، خلينا نشوفه مع بعض. Cobrança, ele Tafarel, vai partir Cocu, na perna esquerda, ele Tafarel, sai, 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 que é sua, Tafarel, Brasil. Caiu certo o Tafarel para fazer a defesa, caiu certo o Tafarel para fazer a defesa. فظيعه غلبت كاسياس والله صراحه فظيعه على هالقفزه الاخيره هذه من الريل بصوب واليد بصوب علي كذي على بال ما شاء الله. شو رايك الحين عندنا فيديو انا من الصين من صوب نيهاو نيهاو خلينا نروح على نيهاو خلينا نشوف نشوفهم اساس بيوتر شو بيوتر ميتيان وي 2207 سي سي 你女的也可以我想说我进得技术一般好像进得哎他要进去来了好玩了哇塞哇塞哇塞 我操！你这出来了，那也出来了吧？不玩这车，这有点意思。那他也出不来啊。 يعني فعلا الحين انا تحققت من مقوله اللي هو من حفر حفره لاخيه وقع فيها. هو الحين اللي في السياره البيضاء ما رام ينزل ما رام ينزل هو بطل يشتري نزل مره من القهر يعني بس اسلوب حضاري صراحه حتى لا عاتبه ولا قال له شيء هو يسده بس خلاص ما بيروم ينزل بيتم في السياره في مكان ثاني هاي يصير مذابح عليه وايد على فكره تستوي عندنا عبد الله ان السيارات تلصق في بعض ويشخط الباب ويشخط الباب سموحه منك الامور طيبه ان شاء الله. مشاهدينا بناخذكم الحين لعناوين واخبار الصحف المحليه اليوم الاثنين 13/4/2015 بدايه عندما تكون من عناوين الاتحاد شو تخبرين ريم؟ طبعا عندنا الموارد البشريه على وات المواطنين في حكومه الشارجه لم تتوقف و20 وظيفه للباحثين عن عمل في المنطقه الوسطى. في عناوين ايضا الرؤيه جامعات تعطل تخصصات دراسيه وطلبه رهن اكتمال النصاب ووزاره التعليم العالي تقول الالزام بالبرنامج الدراسي ولو خارج الدوله. وأيضا من صحيفة الإمارات اليوم نتابع الجولة الخارجية تحذر من السفر إلى 6 دول عربية لدواعي أمنية وتدعو المواطنين المسافرين إلى التسجيل في خدمة تواجدي. وفي عناوين البيان مرتباتهم بحدود 2000 درهم ويمارسون مهن أخرى للإيفاء بمتطلبات المعيشة معلمون يطالبون بتعديل قانون الحد الأدنى للأجور. طبعا كانت هذه اهم ابرز عناوين الصحف ومنها ننتقل الى ما اخترناه لكم مشاهدينا من تفاصيل الاخبار ونقرا في صحيفه الامارات اليوم. قالت اخصائيه التغذيه ماريا ابي حنا ان ارتفاع ضغط الدم يطلق عليه القاتل الصامت
إذ لا تظهر عليه عادة علامات إنذار أو أعراض. وأشارت الأخصائية في مركز رايت بايت إلى أن ارتفاع ضغط الدم يعرض المصاب به لخطر أمراض القلب والسكتة الدماغية التي تعد أسبابا أساسية للوفاة. ونصحت أخصائية التغذية في مركز رايت بايت ماريا أبي حنا بعض الخطوات للوقاية من هذا المرض، ومنها تخلصوا مشاهدينا من المملحة. واستخدموا أيضا التوابل والأعشاب أو الخل أو الليمون أو عصير الفاكهة بدل من الملح لتعزيز نكهة الأطعمة. أيضا تناولوا مزيد من الفواكه والخضروات من خلال إضافة حصة من الخضروات في الغداء والعشاء، وأحرصوا على مزيد من الأطعمة التي تحتوي على الحبوب الكاملة لأنها مصدر جيد للألياف مثل الأرز البني والمعكرونة والقمح الكامل والخبز متعدد الحبوب والكينوا. وأضيفوا أيضا المكسرات والبذور والفاصوليا المجففة والبازلاء إلى وجباتكم خلال الأسبوع لأنها غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف. واختاروا اللحم والدجاج الطازج والأسماك الطازجة بدل من المعلبة، وقللوا من تناول الأطعمة اللي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول والدهون غير المشبعة. أيضا خففوا مشاهدينا من تناول الأطعمة المصنعة مثل اللحوم الباردة والجبن المطبوخ وجبات الطعام المجمدة والوجبات السريعة. أعطيناهم جدول مرة حق الشهر، هذا دايت الحين كامل. يأكلون في البيت، ما ظنيت حد بياكل برا. خلاص الإضافة فقط أنه حاولوا تأكلوا أيضا كميات بسيطة يعني مرات كثيرة في اليوم، أربع مرات خمس مرات، ولكن بكميات قليلة والأمور طيبة إن شاء الله. أهم شيء كميات قليلة، هاي مستحيل يصير طبعا. لازم نعيش صدر العود هذا دوس على طول ما شيء. طبعا في زاويته اليومية صباح الخير في صحيفة الاتحاد كتب علي العمودي مقاله اليومي عن الحادثة التي حدثت في إمارة رأس الخيمة وما قام به عمال أسيويين من تخريب لبعض المنشآت، ودعا الكاتب إلى ضرورة التصدي بحزم لمثل هذه الظواهر. خلينا نشوف أبرز ما جاء في هذا المقال. بعنوان جريء: تخريب واضح. كتب علي العمودي: ما قام به بعض العمال الأسيويين في رأس الخيمة الليلة قبل الماضية تخريب بمعنى الكلمة، ولا علاقة له بأي مطالبة بحقوق. فقد قاموا وبحسب البيان الرسمي لشرطة رأس الخيمة بإحراق مولدات كهربائية وخزانات الوقود وسبعة عشر مركبة تابعة للشركة التي يعملون فيها، في مشاهد ذكرتني بلقطات كان قد عرضها معالي الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي قبل سنوات عدة عندما كان قائدا عاما لشرطة دبي في ملتقى وطني، حذر فيه من خطورة ما قد تقوم به بعض الفئات من العمالة الوافدة بزعم المطالبة بحقوقها. حبس الحضور أنفاسه وهو يشاهد تلك اللقطات، ومحدثهم يؤكد لهم أنها لم تكن في شوارع بغداد أو غزة، وإنما من تجمع للعمال في الدولة ونتاج عمل تخريبي قام به بعض من يعتقدون أنهم بذلك سيصلون إلى أهدافهم. وتابع الكاتب: ما يحز في النفس محاولة بعض المسؤولين التخفيف من مثل هذه الأحداث، ويطلقون عليها مسميات مختلفة مثل وقفة عمالية وغيرها من المسميات، بينما هي في الواقع توقف وإضراب للإضرار بمصالح المجتمع وأفراده، اعتقادا منهم أن ذلك سيخفف من وطأة الأمر. الواقع أن هؤلاء العمال يفدون من بلدان تنشط فيها بقوة نقابات عمالية تعودت ابتزاز أصحاب العمل، ويحاولون نقل مثل هذه الأفكار والممارسات إلى مجتمعنا، ويتجاهلون أنهم في الإمارات دولة المؤسسات والقانون. وختم علي العمود مقاله: واقعة رأس الخيمة تطرح علينا مجددا ضرورة التحرك بحزم لمنع تكرارها، والجهات المعنية وبالذات وزارة العمل مدعوة للتحقيق مع الشركة التي يتبع لها العمال للوقوف على الأسباب المؤدية لتوقف العمال عن القيام بواجباتهم وتحولهم إلى ذلك المسلك العنيف الغريب عن مجتمعنا، والتأكيد على أن لا تهاون مع المخربين. شكرا للإعلامي علي طبعا العمودي وللزميل علاء لولو. الآن أخذكم إلى أخبار وزارة الداخلية لليوم 13/4/2015 في العين الساحرة. وفي أول أخبارنا، أفشلت تحريات شرطة أبوظبي مساء أمس الأحد مخططا إجراميا لبيع وترويج دولارات مزيفة بلغ حجمها 10 ملايين ورقة بحوزة عصابة أفريقية، وذلك في ضبطية هي الأكبر من نوعها في العاصمة منذ مطلع العام الجاري. وأكد العقيد الدكتور راشد بورشيد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي حرص المؤسسة الشرطية في الحفاظ على صالح المجتمع وأمنه وتجنب أفراده كل نشاط إجرامي يستهدف حياة
مستوياتهم ومكتسباتهم، مشيرا إلى أن أي تسرب للعملات المزيفة يعد خطرا يهدد أمن واستقرار النشاط الاقتصادي للأفراد والمؤسسات بما يستنزفه من مكتسبات ويزعزع ثقة المتعاملين بالعملات النقدية، مطمئن الجمهور بالقول أن صالحهم وصالح الوطن أولوية تسهر عيون الشرطة على رعايتها وصونها من براثن العابثين. وفي خبر آخر، احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر بيوم اليتيم العربي والذي يصادف أول جمعة من شهر أبريل سنويا، وذلك في نادي ضباط الشرطة بأبوظبي. وأكد العقيد سيف سعيد الشامسي رئيس قسم النشاط الثقافي والاجتماعي بإدارة النوادي حرص شرطة أبوظبي على المشاركة المجتمعية في المناسبات كافة ورعاية الأيتام ومساعدتهم على تجاوز محنة حرمانهم من الحب والحنان ودفء الوالدين، ترجمة لما يأمرنا به ديننا الحنيف وما توجهنا إليه القيادة العليا برعاية أفراد المجتمع كافة خصوصا ذوي الإعاقة والأيتام. كما دعت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي إلى ضرورة الالتزام بتركيب وسائل حماية في المنازل واتخاذ اشتراطات السلامة الضرورية للوقاية من حرائق الصيف. وأكد النقيب عبد الله التميمي رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة في الإدارة أهمية التأكد من المحولات والتوصيلات الكهربائية المعتمدة ذات الجودة والكفاءة العالية وتجنب استخدام المواد الكهربائية الرديئة التي تستخدم لتوصيل الكهرباء في الأجهزة الكهربائية مثل الثلاجات والسخانات أجهزة التكييف ومراوح الشفط، لافتا إلى أن ضرورة التأكد من وجود طفايات لاستخدامها عند الضرورة ومتابعة صلاحيتها وصيانتها. ضبطت شرطة العين 5 أشخاص عرب شارعوا بسرقة 100,000 درهم من أحد عملاء البنوك بمدينة العين بعد أن ترك شخص المبلغ في مركبته وذهب ليتسوق في محل تجاري. وأوضح العقيد محمد سهيل الراشدي مدير مديرية شرطة العين أن المديرية تلقت بلاغا من شخص يفيد بتعرضه للسرقة من قبل مجهول بعد خروجه من البنك، وذكر أن التحقيقات الأولية أظهرت سرقة المبلغ المالي بعد تعرض زجاج المركبة للكسر، وعلى الفور تم تشكيل فريق من عناصر قسم التحريات والمباحث الجنائية لضبط المتورطين في الجريمة في ظل المعلومات المتوفرة. كما وقعت القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مذكرة تفاهم بشأن احتضان ورعاية المبدعين في القيادة العامة لشرطة دبي، وتأتي هذه الخطوة حرصا من الطرفين في تأهيل الشباب المواطنين لتجربة أفكارهم وابتكاراتهم لتطوير المنتجات والخدمات وإيجاد للتحديات المتلفة في أماكن عملهم من خلال إطلاق مبادرة احتضان ورعاية المبدعين في القيادة العامة لشرطة دبي التي تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لهم لضمان تحقيق النجاح في مشروعاتهم التجارية. وقع المذكرة من جانب شرطة دبي سعادة اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الجودة والتميز، ومن مؤسسة محمد بن راشد للتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة السيد عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي، وقالوا في هذا الصدد: تم التفاهم مع المؤسسة بحيث ترعى هذه المؤسسة هؤلاء المبدعين وخاصة في إبداعاتهم الواقعية وإبداعاتهم في المجالات المختلفة لخدمة الإمارة. المبدعين المنتسبين للقيادة العامة لشرطة دبي، وسوف تقوم المؤسسة ومركز حمدان الدعم المادي والمعنوي لإبراز دعاتهم وخروجهم للسوق إن شاء الله. وفي إطار خطط القيادة العامة لشرطة الشارقة الرامية إلى تحديث وتجديد خدماتها الذكية بما يتوافق مع توجيهات الحكومة الاتحادية بشأن تفعيل الخدمات الذكية والذي أصبح من أهم مبادرات القيادة العامة لشرطة الشارقة، أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة في الإدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات مؤخرا في تطبيق الذكي الجديد باسم من الطريق يتم تحميله مباشرة من متجر الهواتف الذكية على الأندرويد. وأشار المقدم خالد أحمد بوهندي مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات بشرطة الشارقة أن التطبيق الذكي الجديد من الطريق يهدف إلى خدمة ومساعدة جميع مستخدمي الطريق من أفراد الجمهور وخصوصا فئة ذو الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من توجيه نداء وطلب المساعدة في حال تعرضهم لأي طارئ أو حادث يقع على الطريق. وفي اخر اخبارنا، شهد سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة حفل تخريج دورة الإعداد الأساسي للمستجدين 19 وذلك بمعهد تدريب شرطة رأس الخيمة وبمشاركة 73 منتسب. اكتسبوا خلال الدورة العديد من المفاهيم الأساسية التي تؤهلهم للعمل الشرطي عبر دراسة المواد النظرية القانونية والإدارية والشرطية فضلا عن التدريبات الميدانية العسكرية بجانب الرماية والتمرينات الرياضية.
إذن أعزائي المشاهدين كانت هذه أخبارنا للعين الساهرة. الحين عندنا تحت شعار نور يضيء المستقبل يحتفي معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2015 بالمؤسس الشيخ زايد. خلينا نتابع هذا التقرير مع بعض. تنظم هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة من 17 من مايو القادم معرض أبوظبي الدولي للكتاب في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويحتفي المعرض في دورته 25 بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كشخصية محورية تحت شعار الشيخ زايد نور يضيء المستقبل، وذلك عبر سلسلة من الجلسات الحوارية والندوات التي تسلط الضوء على أبعاد مختلفة من شخصية مؤسس الدولة احتفاء باليوبيل الفضي للمعرض. وكانت إدارة المعرض قد وضعت تقليدا جديدا العام الماضي باختيار شخصية محورية يتركز حولها جزء من البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، وذلك وفق منهج يتيح إعادة الاحتفاء بالشخصيات العربية والعالمية المؤثرة في البناء والثقافة والتنمية. وكان المعرض في دورته 24 قد بدأ هذا التقليد بالاحتفاء بتراث الشاعر العربي الكبير أبو الطيب المتنبي. وتم تصميم برنامج المحاضرات ليكشف عن جوانب مهمة من فكر المغفور له الشيخ زايد من منطلقات إيمانه بالتعليم والثقافة لتأسيس الدولة وبناء العلاقات الخارجية والدولية، بالإضافة إلى اهتمامه بالإعلام كونه ركيزة أساسية في الاتصال والتواصل لدفع عجلة التنمية إلى الأمام. ويتحدث في هذه الندوات بعض من الذين عاصروا الشيخ زايد، كما ستقام سلسلة من الأمسيات الشعرية يحييها عدد من الشعراء. ومن جهة أخرى يقدم المعرض عرضا شاملا وتوثيقيا لمنجزات المغفور له الشيخ زايد طوال أكثر من 4 عقود عبر جناح متعدد الأقسام لمعارض بصرية متخصصة تعرض قصاصات من الصحف وترصد المحطات التاريخية الأبرز في حياة الشيخ زايد وتاريخ البلاد. لا يسعني إلا أن أقول تغمد الله الفقيه طبعا بالمغفرة والرحمة إن شاء الله، مثواه الجنة بإذن الله سيدي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. مشاهدينا نأخذكم الآن إلى فاصل ومن ثم لنا عودة مع شباب الدار. أرجع ورحب فيكم من جديد، مستمرين معكم في مساء الإمارات. وصلنا معكم إلى فقرة شباب الدار. تفخر الإمارات بتفوق بنات الدولة وهي جزء من نشاطه ومكانه المرأة في الإمارات. دكتورة صفاء النقبي طبيبة أسنان ومدربة تنمية بشرية، واحدة من بنات الوطن، يسعدنا في هذا اللقاء من شباب الدار أن نستضيفها وأن نتوقف عن تجاربها وما حققته من نجاحات على المستوى المهني سواء كطبيبة أو كمدربة تنمية بشرية. يا هلا ومرحبا دكتورة. رحب بك عفاد الله حبيبتي، وما شاء الله ابتسامتك يعني تسد، يعني دكتورة أسنان وابتسامة حلوة، أنت شي خدت الاثنين مع بعض. لازم نأكد الموضوع. يا هلا ومرحبا. رحب فيك مرة ثانية دكتورة صفاء. طبعا يا ريت تخبرينا أول شيء، تعرفي المشاهدين على من هي الدكتورة صفاء. صفاء قبل لا تصير دكتورة شخصية جدا عادية. عندها حب في الحياة أنه لازم يكون كل شيء عندها مميز. جميل. كل شيء مختلف. جميل. وأحب أكون رقم صعب. حلو. متألق الناس تسعى له. جميل. يعني كانت عندي من فرده في شخصيتك في كل شيء. في كل شيء. ازعل اذا حد يلبس نفسي، يعني عادي انا ممكن ارجع البيت ابدل فيها. ازعل. احس انه ما يصير نكون شيء يعني دوبلكيشن لكل الناس. نعم. صفا يعني عن صفا مبارك النقبي طبيبه اسنان خريجه من جامعه عجمان. نقول كحب للطب وللامور هذه، يعني حب الطب كان من الطفوله. جميل. مش من اليوم. جميل. لان احب اتعامل مع الناس. كنت تمارسين مهنه الطب وانت صغيره يعني؟ ايه وايد عندي ادوات اطباء. نحن نبي قصه الطب كيف بدت معاك. يا هي يعني صراحه تاريخ بالنسبه لي. انا ياس اسمع. لا صدق اونستلي الطب يعني بدا في اول شيء انه كان دائما عندي اخويا واحد من اخواني الكبار طيار.
الله يخلي لك الله يسلمك يا رب. فالوالد الله يرحمه كان دائما يقول لي بابا شوفي اخوك طيار انت لازم تصيرين طبيبه. جميل. فنحن اخوان من زوجتين. نعم. جميل. فكنت هي اقول له بابا اقول له شوف انا ما عندي اخوان في يعني انا وحيده الوالد. ايه. اقول انا ما عندي اخوان فانا بصير دكتوره نسائيه نفس الافلام ادخل اطلع ياهل من داخل واعطي لامه. كانت هذه كل الفكره بالنسبه لي. كاتب اثر افلام اسود وابيض هي تجي زياده انهم يدخلون بسرعه يجيبون الياهل يطلعون في الموضوع كان بسيط اشوفه يعني انه فعلا بسيط نقدر بسرعه نجيب اطفال. فيمكن لانه ما عندي فكنت اقول ان كل الاطفال اللي في المدرسه اخواني كل الناس كان عندي اخواني يعني ما في حد في البيت. جميل. فتم الطب موجود كان بابا في كل سنه عشان يخلي ياكد ان الموضوع معايا لازم فعل فكره الطب زرعها فيك. راح اشترى لي بالطو صغير. جميل. وكنت معلقتها ورا الباب. هذا اللي ياخذونه من البوسترز الحين. كل ما ارجع من المدرسه اقول له ترى بلبسك بس اصبر شوي خل اطول. بلبسك. واروح وارجع والبالطو هذا حلمه يكبر فحتى لما ادخل المستشفى يعني ما كنت انفر للعلم الاطباء يعني كنت احب الاطباء احس انه باكر بكون وياهم. في مشاركه طبعا. هي يعني احساسي انه باكر معاكم في عندهم شيء حلو يقدمونه. كنت انظر للموضوع. جميل. ملائكه رحمه. فعلا يعني كنت هذا الجانب اللي اشوفه. فلين ما جت المرحله الثانويه ففجاه اصبت بسرطان الدماغ. ربي يحفظك. الله يحفظك ما عليك شر وغالي. الشر ما يجي. ففي لحظه قالوا لي ما تقدرين تدرسين. قلت لهم كيف؟ في يعني مرحله من الابتدائي لغايه الثانويه وابي اصير طبيبه. حلمي. يعني ايوه يعني انه ما قاعد ادرس انا كل سنه طبعاً. واطلع الاولى ويعني مش شطوره استعدادات يعني بالضبط عشان بكره لما اقول لهم طب يقول هي اصلا كانت ترى شاطره على قولتهم دحيحه يعني كانت الجمله اللي وايد يقولون لي اياها شي دحيحه تبي تصير طبيبه فخلاص دريم اطلع برا اسافر وادرس وارجع انظر دائما ان دوله الامارات تستاهل اقول لها شكرا في كل محفل انا فيه الله يعين فزعلت قالوا لي ما تقدرين ما يصير ما يصير لانه في الدماغ وضغط على الدماغ والطبيب يعني رحله دراسته لا تتوقف. صحيح. فصرت بنارين يا الدكتور طبعا الدكتور في يوكي قال لي لا ما تدرسين ما يصير. يا دكتور قال لي لا فعلا خلصنا العمليات ورحله العلاج ووقفت الثانويه ورجعت عدت الثانويه الحمد لله خلصت الثانويه بعد بمعدل عالي الحمد لله لك يا رب صح انه ما كنت من اوائل الدوله مثل ما كان طموحي وقعدت اصيح يعني زعلانه. لكن الحمد لله بعد اعتبرها انها كانت نتيجه زينه يعني هذا 90 زينه تودي ما شاء الله عليك استويتي قدوه الحين تبارك الرحمن يعني من خيره البنات ومن خيره بنات الوطن تبارك الرحمن. كلمت الدكتور قلت له شوف دكتور راح اثبت لك انه ما في انسان لا يستطيع حتى اللي عنده مشكله. قال لي بس راح يصير بكره اي مضاعفات لانه في النهايه في ضغط راح يصير على الدماغ. قلت له انا عشان نحن نطلع من نقطه الضغط ما راح ادرس طب بشري مثل حلمي ان انا اكون جراحه اعصاب. نعم سبحان الله. راح انتقل يعني لطب الاسنان بحيث انه هو بس كدراسه اخف. يعني بدل نتكلم عن عمر كامل او سبع سنوات طبعا. نتكلم عن خمسه سته ابسط واهون للابن وللاهل. صحيح. رحت للطب ما بقول لكم انها كانت الرحله بسيطه، لا تعبت. مريت في انتكاسات ابس اند داونز ابس اند داونز لكن خلصت برساله واحده انه ما في شيء اسمه مستحيل. الحمد لله. رجعت لدكتوري في لندن ورجعت وانا لابسه اللاب كوت دخلت عند العياده. الله. قلت له دكتور وديت له لاب كوتي وانا صغنطوطه. خلاص استويت ابو دكتور الحين. قلت له شوف يعني هذا وانا صغيره وعندي اصلا تيدي بيرد مالي انا حاطته اللي كل يوم ينام يعني بالسرير حتى مسميته كوكي باي ذا واي يعني فكوكي لابس بعد لاب كوت وعنده تعرفين ستيثوسكوب يعني ويفحص الناس وكذي يعني فكل شيء كان في حياتي عباره عن اطباء. اطباء طبعا. ودخلت انا لابسه اللاب كوت. فقال انا براود اوف يو ان انت كنتي ميركل في العمليه نفسها ان شاء الله عليك وحاليا انت اثبتتي ان على فكره انت يصفقوا لك فوق في غرفه الكنترول يقول لك كفو ما شاء الله عليك تبارك الله انا اقول لهم شكرا يعني ما شاء الله عليك والحمد لله ورسالتي كانت لكل الناس ابدا ما تخلي اي شيء يوقفك حتى لو الصحه لان ما في شيء مستحيل الله سبحانه وتعالى بيسر لنا طبعا لو ما بيسر لك ان الموقف بيسر لك الانسان صحيح بس بيساعدونك طبعا طبعا الله يوفقك صراحه جدا جميله ما شاء الله ربي يحفظك ان شاء الله اهم شيء ان كوكي راح لندن راح لندن راح لندن معاها مستانس تذكره راح ولا بدون
معانا الدكتوره مرويه. لا اخوه رجع معانا ترى من هاروتس يعني رجع كوكي كوكي واخوانك. لا كان عندنا روكي بعد ترى سميته. ما شاء الله عليك. الحين ما شاء الله انت يعني طب الاسنان وايضا اتجهت لمجال ثاني وهو مدربه تنميه بشريه، وهذا ايضا مجال يعني احتكاك كبير ويحتاج ايضا لدراسه وانك تفهمين الاشخاص. مدى الصله بينهم الاثنين واين استقريتي الان؟ نرجع لنفس النقطه اللي قلت لك قبل البدايه، احب الناس، تعامل مع الناس. جميل. الطب فيه رسالة أن أنت تشوف كل الناس سواسية. جميل. وتخيل كل الناس أهلك. جميل. أبسط المواقف أنا رح أقول لك شغلة، لكن إذا أحد دكاترتي في الجامعة يتابعني أنا أوجه أنا أقول لهم شكرا وأسلم عليهم جميعا. بس في يوم يعني تعرف امتحان التخرج في مادة الجراحة. نعم. المفروض إحنا نجيب حالة ونختبر عليها. طبعا. ونعطي طبعا الهيستوري والأمور هذه كلها. انا ماي بيشنت ماي برزنتيشن بيشنت كانت الوالده. يوم طويل بعمرها طبعا وجه لها تحيه في معاك ورا الكواليس الله يخلي لك اياها وتبارك الرحمن على هالبنت الله يعني يكتب لها الصحه والعافيه يكتب لك كل التوفيق يا رب. فقال لي الدكتور انت صاحيه هذا يشتغل نفسنا؟ قلت له يا دكتور انت مفروض الحين ترفع لي القبعه. قال لي ليش؟ قلت له انا قاعده ابين لك ان كل اللي انا راح اعطيه لمرضاي بكره لما نتخرج من تحت اسم جامعتكم هو نعم. نفس اللي اليوم وانا طالب اعطيه لامي. الله نعم. لانه كل شخص بينام يعني انا لازم اتخيل انه كل شخص على هذا الكرسي هو امي ممكن نعم. ممكن يكون امي ممكن ابوي ممكن اخوي بالاهميه هذه طبعا بالضبط صحيح. فكل الناس سواسيه سواء كان عربي غير عربي مهما كان من الجنس اللون العرق هو في النهايه انسان نحن نتشارك بالانسانيه. فهذه فكره الانسانيه انتقلت معي. احب الناس احب اتعامل معاهم احب اعطي. فالتنمية البشرية لامست الجانب هذا. جميل. قدر لقيت نفسي في أماكن أن أقدر أوصل معلومة لكثير يعني للناس وأقدر أن أنزل للمستويات الفكرية كلها. فقلت ليش ما أخوض المجال مثل ما الناس تخوضه. جربت أول مرة كنت بعدني بلا شهادة. لقيت في قبول. بعد القبول قلت يلا let's do it. فطبعا كنت متعرضة لإصابة في المهنة. ما عليك قلنا يلا الحين دام صار مشكله خليه ايوه على بال ما تعالج رب ضارك نافع انمي شغله ثانيه. جميل. والحمد لله شوي شوي وتراي تو ثينك اوت اوف ذا بوكس فعلا قمت افكر فعليا خارج الصندوق كيف اكون افضل في كل النواحي. ليش؟ لان رسالتنا للمجتمع وللناس وحتى يعني لازم دائما اوصل رساله ان المراه الاماراتيه هذه المراه اللي قبل 43 سنه ربت اجيال اللي هم اليوم سفراء ووزراء واللي طلعت الرؤساء بعد هذه المراه نفسها اللي كانت مثل ما يقولون تخذ الحليب واللي كانت تروح تلقط الحطب واللي كانت تربي العيال واللي ريلها يروح البحر ست شهور ويرجع حسب اذا كان المراه اللي اليوم موجوده. نعم ما شاء الله. فاذا هذيك طلعت الرجال والسيدات اللي هم اليوم امهاتنا معناته نفس الامهات يقدرون يطلعون لنا موجودين طبعا. دكتوره صفاء طبعا الوقت حالي وياك وما شاء الله يعني جميل حديث لا يمل ما شاء الله ولكن احنا وصلنا يمكن لنهايه هذه الفقره كان ودنا من المزيد ايضا وسماع العديد الكثير من كلامك لكن ما يسعفنا الوقت الحين. نشكرك على تواجدك اليوم معنا ونتمنى لك ان شاء الله التقدم دائما وان تكوني مثال لبنت الامارات ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يعني هون ان شاء الله شوفون يعني اتمنى فعلا ان اللقاء الجاي يكون في بوزيشن ثاني ان شاء الله يعني اجيكم بحله جديده ما تعرفون عاد حلتي الجديده وين نقولها وزاره سفاره. الله يوفقك شرفي توصلين لاعلى المراتب وتحققين كل امانيك وفعلا انت قدوه للبنات الاماراتيات فكريا وتوعويا وفي كل شيء ونحن اول الناس تشرفنا فيك. الله يحفظك الله يحفظك. شكرا. انا بس تسمحوا لي يعني انا اقول لكم شكرا جد لان كانت فرصه جميله ان اتعرف عليكم عن قرب. الله يسلمك شرفي اشوفكم ودائما طبعا في نهايه اي يوم لي لازم اقول شكرا لجنديتي المجهوله يعني هي جنتي ويعني هي دنيتي. الحمد لله. فشكرا وان شاء الله نشوفكم الايام الجايه. طبعا نشكر دكتوره صفاء النقبي طبيبه اسنان ومدربه تنميه بشريه. عندنا تقرير طبعا عن الكاميرا والناس. هل الزواج مقبره الحب؟ تغيرات كثيرة تطرأ على شكل العلاقة بين الرجل والمرأة بعد الزواج. ما دفع الشاعر الفرنسي الشهير فولتير لأن يقول مقولته الشهيرة الزواج مقبرة الحب؟ فهل هذه المقولة صحيحة؟ خلينا نشوف الناس شو علقت عليها وشو قالت ورد لكم مرة ثانية. كثيرا ما سمعنا عبارة الزواج مقبرة الحب
أو لو أن قيساً تزوج ليلى لما خلدهما التاريخ، وبدل الشعر والأشعار والدواوين لتقاتلا واختلفا حول تربية الأطفال ونظافة المنزل. وما زالت الاختلافات قائمة حتى وقتنا الحالي حول الزواج، وإذا كان هو العنصر الأساسي لقتل الحب بين الزوجين نظراً لما يعيشه الكثير من الأزواج في تفاوت واضح واختلاف كبير قبل الزواج وبعده. الزواج المفروض يكون بداية، يعني هو في حب بس بالنهاية تيجي فترة تجربة بين الزوجين، بعد هاي الفترة المفروض يكون شوي في تضحيات، يعني شوي تنازل من المرأة شوي تنازل من الرجل تستمر الحياة. الزواج هو اللي بيقوي الحب أكثر ما أنه الحب يقوي علاقة توصل للزواج. ممكن الحب بنهايته يكون انفصال، بس الزواج في حالة تعزز بموضوع الحب أكيد رح يصير أقوى. يعني لا، الزواج هو فردوس الحب، هو طريقة لاستمرارية الحب بالزواج. يعني قبل الجواز كل واحد بيحاول يبين الحاجات الحلوة جدا اللي فيه، لبسه برفانه كده يعني، بس بعد الجواز كل واحد بقى بيبان قدام التاني، فبيبقى التصادم هنا. الحب مو بس اللي هو علاقة ومشاعر، لا، الحب تفاهم بالعادات اليومية، بقبول الطرفين بآراء بعضهم، بالتسامح، بالتراضي على أي شيء. يحاولوا أنه يكون الاختلاف بيناتهم جدا صعب وجدا مستحيل، حاولوا دائما أنه التفاهم هو أولوياتهم يكون. يعني هي الفكرة، هيك الحب بيكون داعم للزواج أكثر ما يكون هادم للزواج، فالحب بيدعم الزواج. أساس كل علاقة أولاً الثقة، لازم كل طرف يثق في التاني. ثقة واحترام هو أهم شيء. هذا إذا الثقة والاحترام موجودين الزواج بيستمر والحب بيستمر كمان. الزوجة ثروة والابن ثروة، مثل المال لما تحافظ عليه ينمو. حافظ على زوجتك، حافظ على ابنائك، تحافظ على كل شيء في حياتك الجديدة، لأن هم السعادة الأصل. وصلنا معكم لفقرة الابتسم، ومن فنان إماراتي شاب رسم البسمة منذ بدايات مشواره الفني على الوجوه والشفاه، نشيط على وسائل التواصل الاجتماعي، هو الكوميديان الشاب صويلح. حياك الله يا صويلح. الله يحييك. بس عشان أروي أمي أنا كاشف. هلا مرحبا. أشكر قناة الظفر على الاستضافة الجميلة. الله يحفظك يا رب. الله يسلمك. شو أخبارك صويلح؟ الحمد لله على السلامة. أنت واصلنا طبعا من أبو ظبي. هي من أبو ظبي صراحة. جي بي إس مالكم وايد أوكي حلو. فعليك نحن مركبين ترى سنسر عندك في السيارة. نعرف وين تسوين. ضيعت وايد. يا هلا ما شاء الله. وين وصلت تضيعتك؟ ها؟ شو من مغامرات قبل؟ أنا وصلت راس خيمة. ما شاء الله. من جد أنت لابس النظارة اليوم. عشان سالك ما يزخني. الله. عادي الحين بتطلع الشمس عندنا في القناة. أصلاً في شمس ما شاء الله. الله يسلمك. أكيد أشكرك. لا مو بأنت. لا لا لا. لا تفشل على الوقت. لا أو لا. أنا الشمس. أكيد. الكسوف. الشمس مع الكسوف. الخسوف ما أدري اللي هو. صويلح، إذا بتكلمنا عن بداية الكوميديا في حياتك، متى بدأت معك؟ متى اكتشفت نفسك إن أنت كوميدي؟ والله البداية كانت في المدارس، يعني أنا من يومي أحب الستاند اب كوميدي، أنا فيني موهبة الستاند اب كوميدي أكثر من التمثيل، يعني أنا أحب كإنسان أحب أدق سوالف، ويوم أنا أسولف فيني شيء، فيني شيء ما أدري ميزة إن أنا أوقف وأتكلم. يعني يقول المصريين قفشت. الله ما عرفتك الشمس. زين فلازم أنا أوقف وأتكلم وبربر، وكل ما أنا أتكلم أشوف الناس يجتمعون حولي. شمت العذاب فيني يا صويلة. فأنا كل ما أوقف أحب أنكت أتكلم. تحب وتسوي سوالف صح؟ أنا بسوي سوالف الحين على الإنستغرام بعد مخرجنا، يا ريت تطلع اللي أنا جالس أشوفه فرعون ويوم غير. لا تطلع فرعون. لا تطلع اللي فوق يعني بعد. لا 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 بلبس النظارة والله بلبس النظارة. لا 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 الحين لحظة بس هو بيجي من أول. هيست فرعون، روح هيست فرعون. بدأ تحريات بنياس. ليش هذا ليش؟ أوكي بدل يا أخي. اوكي ما شاء الله عليك يا صويلح. حط فيديو ثاني، اذا في فيديوهات فوق اكثر شيء احسن. فيديوهات باخراج مرتين للاسف. عادل الصوت ما لانه بهالفيديوهات نحن على مقطع ثاني تجيب لنا اياها مع الصوت. ما في صوت؟ لا صوت ما طلع. ما طلع. اوكي انت دبلج لنا يعني اعتبر مسلسل مكسيكي يعني. انت شفت الفيديو، بشغل فيديو مره ثانيه ودبلج انت مره واحده. زين اوكي يلا حط الحين بس خلي انا الكبير انا الجامد انت فرعون. ها اوكي خلينا نشوف شو استوى لك عقب الاخير. المسكين غرق دومي هايط وغرق.
ما شاء الله عليك. بس فرعون مسويتان، هذا فرعون يعني مسويتان. فرعون سماري. ما شاء الله عليك يا صويلح. طبعا صويلح يمكن انا اجتمعت معك في مسرح واحد تبارك الرحمن عليك، وشاهدنا مسرحيه مع بعض، كنا مع بعض فيها. سوينا مسرحيه صحيح، ما شاء الله مبدع في التمثيل. انا بسوي لك مقابله. الله يسلم. زين، لو تخبرنا عن تجربتك على المسرح، في المسرحيات اللي قدمتوها، الفكره اللي تحبون توصلونها من وراء المسرحيات اللي تقدمونها. نحن نحب نوصل افكار هادفه وكوميديه في نفس الوقت. يعني تكون مثلا الانسان اللي او الحضور يميون اوكي ضحكوا، بس مع هذا يوم يطلعون استفادوا شيء من المسرحيه او استفادوا شيء من الكلام اللي احنا قلناه. ما نبغى نكون من الناس اللي بس ضحك ضحك ضحك، لا، اضحك وتعلم. فنحن دوم نوصل رساله هادفه وكوميديه بطريقه يعني سخريه وشي، يعني ان الواحد يبتسم ويتعلم في نفس الوقت. هذه هي يعني. ما صدقتيني؟ ليش ما صدقتيني؟ لا صدقتني، اعطيني ابتسامه انك كذاب، انا شفتك بالمسرحيه. بالعكس والله، يعني عبد الله فعلا كان مبدع تبارك الرحمن في المسرح. كل الستاف مالهم اللي كان موجود، كل الفريق المخفي هذا ما شاء الله عليهم، جدا مبدعين، وفعلا قدرتوا توصلون الفكره بطريقه جدا جميله. هاي حركه صينيه، هاي في حركه، هاي ترى جديده. شو تبى؟ لا وين تبى؟ لا انا شو تبى؟ شو قصه الصوره دي؟ هالصوره ها واحد رسمني، بس كلهم متفلسف عليه. وانا ليش مبيضينك وانا؟ لا هو فعلا يعني مبيضيني؟ لا مو مبيضيني، مضعفيني بس. بس؟ مبيضيني. ها صويلح عاد نحن على الهواء يعني، ما قصي عليه شوي، قصي اكذبي شوي. شرات واحد سعودي ربي يحفظه يتكلم عن ايضا من الانستغرام، هو ما شاء الله عنده تواصل كبير، فيقول ان للشباب السمر، يقول له انت ليش تزعل واحد يوم يقول لك اسمر؟ رد عليه مره في وجهه ويقول له يا ابيض. ايوه صح. الله. شو 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 الفرق بين قال احنا ملح الحياه، نحن حالات الحياه. ما شاء الله عليكم. صح. لون لون ملكي طبعا. اسمر عبر طبعا، والسمر نص الجمال، والبياض نص الجمال يا جماعه، عشان ما حد يزعل المشاهدين. هي في النص تبقى. لازم اكون محايده بين الاثنين. على شار اطاري الحين بحط صوره، وانتم الاثنين تعرفون الحركه، سووها يا بعض. اوكي، بنشوف كيف مع المشاهدين كيف بتطلع. بنشوفها مخرجنا. هاكي اوكي. خلي وتكون يعني تلمس المشاعر، فهمت كيف؟ ان الواحد يشوف الفيديو يتاثر. وين تبع؟ انا حاسه اني حبيت اتكفخ اليوم. على طاري التبييض، انت ما شاء الله لونك مش اسمر وايد. انت كل ما تمدحون انا بلبس الظاهر. ففي هالصوره هاي تثبت ان الصوره اللي رسمت صحيح. وين؟ هاي صوره صح يا عبد الله، الفوتوشوب صح ولا لا؟ انا لا لا يا عبد الله، هاي حقيقه، هاي ما داخل اكونت جالس تغدري. نحن في الصيف فلازم شوي نسمر. لا ما كان عبد الله مايدن لك، سافرت انا تركيا. اي ترى في الشتاء وجو صافي، فالواحد ياخذ شويه. هو ما شاء الله يعني يجلب في الشتاء يبيض وفي الصيف يسمر. الله عليك، عقبالك انت بالخريف تسمرين. بالخريف ما شاء الله عليك يا زويلة. زين، تخبرنا عن كم فريق، كم واحد في الفريق انتم؟ من مؤسس مالكم؟ انا لاحظت ما شاء الله عندكم يعني كلكم اخوان واصدقاء، وكل واحد شايل منكم شيء. طبعا احنا جروب 4G، انتجنا مسلسل وين تبى. جروبنا اسم واحد اسمه احمد سيف، طبعا هذا رفيق الحياه اللي دوم وياي. خالد ناجي، محمد بن نشوان. للحين الفريق بعده صغير. عمر شداد، وبعد منو انا خوفي انسى اسم واحد واندقدق. اللي كان مسوي دور الحرمه المسرحيه. ومنصور نعيمي، هذا ابوه ممثل كبير يعني، علاء النعيمي مدير انتاج قناه الدراما في ابو ظبي شيء فيه. طبعا الحين نقول حق محمد نشوان، الحمد لله على السلامه، لانه مريض ومسوي عمليه. الف سلام عليك، ما تشوف شر، اللي هم من الفريق عندهم. الله يسلمك. وصلت الرساله. زين، فنحن كجروب بعدنا صغير يعني، شوي قمنا نكبر ونشوف الناس اللي فيهم مواهب نحطهم. يعني ما شاء الله كل واحد له موهبه. جميل. وكل واحد يكمل الثاني. يعني مثلا انا مثلا في هاللقطه يمكن طحت هو يرفعني، اللقطه الثانيه يمكن انا طحت هو يرفعني، فريق عملي. بس يمكن في مثلا بعض الناس شو يسوون مثلا اذا هذا طاح ما يخصه، واهم شيء انا اطلع. لا طبعا هو فريق عمل. احنا في الجروب اذا انا طلعت انت طلعت، تجانس، اذا انت طلعت انا طلعت، يعني كل واحد يكمل الثاني. صحيح. الحمد لله. اذا خبرتك انا مثلا ان الحين كاميرا خفيه،
اول ما يطري على بالك شو ممكن تسوي في كاميرا خفيه في المجتمع الامارات داخل مول؟ انت الحين شو تسوي؟ لو انا بسوي كاميرا خفيه؟ اي انت اللي بسوي. لا يسوي فينا موقف الحين. لا اسوي فيكم كاميرا خفيه. انا ترى برقد على هالاريكه الحلوه هاي. تعرفون الاستديو اكبر من غرفتي. ابي بطانيه. ما شاء الله ما شاء الله يطيح علينا. سكروا اللي تعال سكروا. لو انا بسوي كاميرا في مول انت الحين وبسوي كاميرا خفيه وعندك كرو كامل وبتسوي يعني كشخصيه كصوت اي شيء شو تسوي؟ بروح عنده والله بقول له مبروك على المليون درهم اللي بل مره واحده مليون درهم. هو اصلا من الصدمه بيموت اصلا. زين فيعتبر كاميرا خفيه ناجحه. هو يبى اجله من الاخر. جبت اجله يعني يبى اجله من الاخر يعني اعزائي مليون درهم ما انتبه. من المواقف المضحكه اللي صارت معك انت كفنان كوميدي عاده انت اللي تضحك الناس وتسعلهم في رسم البسمه على وجوههم، يعني موقف كوميدي صار معك انت ضحكت عليه. اوكي بقول لك موقف زين. اوكي حطوا شاي زين. لا هذا موقف ساخن. هذا موقف حطوا شاي يطلع دخان. هاي يطلع دخان او انا ماي حار عشان تحرقون. الحين عندنا السنسر وين تسوي مقلب. لا ما ينفع. اوكي بقول لك موقف من المواقف الحلوه. شاي ها مو شاي مو شاي مي. والله انه مي يا اعزائي المشاهدين مي. لا يقصون عليكم شاي ما زين. احنا اخفنا عليك مثلا يعني يستوي لك شيء على الهواء تشرب مي اصلا على هالسوالف. اذا انا حطيت سيلبتون داخل. زين انا بقول لكم موقف من المواقف الحلوه. هي حلوه ومو بحلوه في نفس الوقت. اوكي يوم من الايام انا وامي صرنا عزاء. زين في يوم صرنا العزاء امي ما شاء الله عليها فيها فضول تحب تسال وايد وشي كله حريم. ايه كلهم انتم مشكله. فيوم من الايام رحنا العزاء طبعا امي فيها فضول قالت يا اخي سالت واحد من في العزاء قالت لهم يا اخي اللي توفى كم عمره؟ يعني يوم توفى قال والله توفى هو عمره 103. قالت ما شاء الله صح؟ امي شوفي شو قال امي شوفي شو قال امي شوفي شو قالت قالت اوه عمر. وانا كذي يا بختي يا بختي كنت البس النظاره بس ما كانت موجوده. امي قالت اوه عمر. بعدين هي حست ان انا جبت العيد شوي فهمت؟ لا لا الله يرحمه. فاهم المواقف الطريفه اللي حصلت لي يا امي. هو لو كان حي الميت بعد كلمه عمر كان مات مره ثانيه. هذه كمان خفيه اصلا ردي. سبحان الله وفعلا تي طبعا مفاجاه الناس يقولون انه كبير يعني انه ما يفكرون انه ما ينزل عليه. بالعكس الحين في هالايام سبحان الله الكبير في السن لا معزه لا بركه خاصه وجوده في بين الاهل وبين هذا يعني لا معاني اخرى ما يفهمها الا اللي هو عايش وياه. شخصيته له هيبته. صحيح طبعا. انت ان شاء الله بعد ال 103 شو بتسوي؟ ها؟ بتم على وانتبه؟ لا عمر بس لا عليك عمر ان شاء الله عمر وتيوني هنا. الله يطول بعمرك. الله يطول بعمرك. وينتبه؟ بعد بتردد كذي. ها واحد شايف وينتبه؟ هاي تلحز عندك عصاتين مو شيدين. عكاستين وينتبه؟ الله يطول بعمرك ان شاء الله توصل لكل الاماكن اللي تبغاها. وين حاط في نفسك طموحك يوصلك لين وين؟ والله انا صراحه عندي الحلم يعني انا عندي وايد احلام. الحلم طبعا مجانا اقدر احلم على راحتي. بتمنعيني من الحلم؟ لا ما في تاكس بعد. ما في ضرائب صح. فانا يعني الحلم اللي انا يعني ابغى اسويه اني اسوي فيلم طويل ما ساعه ونص ساعتين نفس هوليوود. ادري انه ما في امل بس ان شاء الله في امل ان نسوي فيلم كوميدي طويل وهادف يكون ما ساعتين ساعه ونص يكون انتاج اماراتي تصوير اماراتي شخصيات كلها اماراتيه الطاقم العمل كله اماراتي. نعم. وانا اكون يعني واحد من هالفيلم. جميل حالي. عندك 30 ثانيه منتج يشوفك على الشاشه اقنعه بانك انت ممثل عندك كفاءه. 30 ثانيه من الحين ابدا. بدينا مقالب. ابدا لا لا. بدينا مقالب. ابدا يصارخ بعد 30 ثانيه. ايش لازم اسوي؟ اقنعه انت ممثل كوميدي اقنعه يلا 20 ثانيه. تبي تبي دراما كوميديا شو كوميدي انت كوميدي يلا 20 ثانيه. اوكي انا بصيح انا بسوي نفسي ان انا حد دق علي قال لي حد 15 ثانيه وقت تمشي. اوكي ليش حياتي ليش ليه ما اقدر شو 15 ثانيه والله احس اني انا غلطان. 5 ثواني. ليش ليش سحبت علي في الكاسر ليش لاني خال يعني خلص تايمك مسحتيني لاني خال جدا رائع ما شاء الله عليك يعني تبارك كنا واحد الحمد لله. زين كان اعطيتوني 30 ثانيه وفاجاتوني. زين عندك 30 ثانيه ثانيه. لا لا خلاص خلاص ابتهر ربي يحفظك سويلح. طبعا نحن ما شاء الله استانسنا فعلا في فقرتك وفعليا ريم اليوم كانت ستاند اب كوميدي جدا. فعليا لا كانت فعلا حقيقه هي فقره اسمها فقره ابتسم صح؟ نحن نبغاهم يبتسمون ابتسمتوا؟ عادي تشوفني ما شاء الله وين طالع صديقك بعد صديقك نحن نوجه له تحيه اللي معاك بعد يعني نقع من الضحك ما شاء الله عليه يعني لا توجه له تحيه لا توجه له تحيه ما شاء الله عليك سويلح نشكرك على تواجدك معنا اليوم ان شاء الله اتمنى لك فعلا الحلم اللي انت تحلم به ان شاء الله يكون حاسم معك ويكون فيه
أكيد في تجهيزات لأفلام طويلة إماراتية وأكيد من كوادر إماراتية وشبه، حتى لو إن مجتمع خليجي ومجتمع عربي أيضا يتم لك دعوة أنك تشارك مثل هاي الأفلام. إن شاء الله. الله إن شاء الله يا رب. أقدر ألبس النظارة آخر مرة؟ البس على راحتك إن شاء الله. هاي الكاميرا، هاي الكاميرا صوريح. وين؟ هذه أيوة شيء بس. اللي بيصور. هاي النظرة الصعبة هذه. هاي نظرة الفيلم الكوميدي القريب إن شاء الله. إن شاء الله. الحلم الذي لن يتحقق. لا حلو شيء قرب شوي شوي. نحن بالعكس نقول لك سويلح من هالمنبر، نحن بالعكس نقول لك الله يوفقك وتوصل لأعلى المراتب اللي تباها وإن شاء الله إن من هالكرسي ومن مساء الإمارات، يعني إذا كان في حد فعلا لازم من الموهبة اللي موجودة عندك إن نحن ناجيهم أن يطالبون في المواهب الإماراتية اللي صح مفلك. والله لازم يطالبون صراحة. نحن طالبنا لك وخلصنا، نحن طالبنا وخلصنا. متى الحين طلبنا لك على الهواء؟ متى بيه؟ حسنت والله. شو تبع؟ شو تبع؟ وين تبع؟ شو تبع؟ يعطيك العافية سويلح. إن شاء الله الحين بناخذك أنت ويانا على عد بالقصيد، تروح ويانا وين؟ عد بالقصيد. قصيد نسمع قصيد ويا بعض. يلا نسمع قصيد. إذا مشاهدينا نشكر سويلح على تواجده اليوم معنا. ناخذكم الحين إلى عذب القصيد وسلطان بن وسام، وهذه الليلة مع الشاعر سلطان بن وسام. مرة ثانية نقول لكم المقطع من مشاركته في ملتقى دبي للشعر الشعبي، الشاعر سلطان بن وسام. صح لسان ماما. يقول راكب اللي يحسها تسمعه من كل صوب، مثل زلزال الرعد في المزون المظلمة، كانها يوم استدارت وضاقن الدروب فرخ شيهانا على الصيد، ينهض مقدمه تلها جرج الخواجه ونطح الهبوب، انت نحر مشرق الشمس ولا للغروب، المهم ينفذ اللازم اللي يلزمه، فاقد اللي شيخ قوم وغالي ومحسوب، محزم في الضيق وحظ من هو محزمه، والجفا من بين الاصحاب عيب من العيوب، والصداقه من بنى بيتها ما يهدمه، والغلا والكره ما يسكن غير القلوب، بس ما بقل فيه اثنين مخيمه، والرجل لا صار بيت مذرع ومحجوب، استوى عند النشامه وجوده واعدمها، تقبل مزح الاصحاب عذبين السلوب، وتخير واكل التمر وطش اعجمه، والطرب لا ما جرفني مع اللحن الطروب، بس في البيت المدمدم على اللي دمدمه، وقفل الجوال على الراي الغوج الهذوب، وفصل التعميم عن بيجري وعممه، وعرف لسذبه اللي جات من فم الكذوب، لا قاعد يرفع لسانه ويرخي واعرف الكذبه اللي جات من فم الكذوب، لا قاعد يرفع لسانه ويرخي برطمه، ومزحة الطيب ما تجرح متينين الجنوب، عقب اللي مزحة من رفيقه تفحمه، هي ضيدان والناس حارب ومحروب، ولا عادي كل واحد بحبله وقلمه. قال انا عن ظنك قلت لا بالله، اختلف فيك ظني نوبه ونوبه، قال واللي سواتك يدمح الزله، قلت والغلطه اللي منك محسوبه، من بغاني على الشده رفيق زله، لا يقصر بما جوبي وما جوبه، الرفيق المهجر رفقته عله، لابس اللي عبات الود مقلوبه، لو يجامل معي والكره مشتله، المحردب تشوف الناس حردوبه، والرجوله شجاعه والردى ذله، ولا تحن الحصان الا من الكوبه، يا رفيق زني حد السيف ويسله، وكل مقفى رفيق حش عرقوبه، رفق ما لها مذهب ولا مله، يلا العفو والغفران والتوبه. طبعا نشكر الشاعر سلطان بن وسام. نعم سلطان بن وسام صحيح، بيض الله وجهه على القصيد الرائع، ونختم معاكم بالكلام الجميل، لقائنا ان شاء الله متجدد معاكم باذن الرحمن في مساء الامارات من قناه الظفرات، تصبحون على الف خير. مشاهدينا نشوفكم باكر في امان الرحمن.